أكيد يا في بالكم يوم من الأيام وتخيلتوا كيف نزيد عدد البيزات أو العملات الورقية وكيف تطبع وشو هي القيود. تخيلوا أن الدولة تطبع البيزات وتوزعها على المواطنين، هل راح تخسر؟ وليش ما تطبع الدولة عملات نقدية كافية وتصير دولة غنية ونصير كلنا أغنياء ونقضي على حالة الفقر؟ استانستوا صح؟ خلونا نشوف هذا التقرير مع بعض. لماذا لا تطبع عملات أكثر ونقضي على الفقر؟ سؤال يدور بأذهان الكثير من الناس، والحقيقة هي أن الأمر ليس بهذه السهولة. كثيراً ما نسمع كلمات مثل قيمة العملات المالية مقابل الدولار. الدول الغنية والتي عادة ما تكون الدول النفطية أو دول الثروات المعدنية كالذهب، الغطاء المالي للدولة والتضخم، جميعها مصطلحات اقتصادية تذكر أمامنا في عديد من الأوقات. ولكن لماذا تقاس قيمة العملات مقابل الدولار الأمريكي برغم وجود عملات أخرى أعلى منه في القيمة؟ ولماذا يؤدي طباعة كمية أكبر من النقود إلى مشاكل اقتصادية بالدولة؟ ولماذا فرضت البنوك المركزية للدول العديد من التشريعات والقوانين لتحديد الكمية المطبوعة من النقود ليتناسب مع اقتصادها؟ وما هي تلك القوانين وماذا يحدث لو اخترقتها إحدى الدول؟ تساؤلات عديدة وتبقى الإجابة غير واضحة. إذن ما سبب عدم طباعة الدول للعملات بشكل أكبر لمواجهة الفقر؟ والحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفتنا الأستاذة رنيم طرفة، محلل اقتصادي ومالية. أهلا ومرحبا فيك رنيم. فيكي أهلين. حالك؟ تمام الحمد لله، الله يسلمك. رنيم خبرينا، ليش ما تكون عندنا يعني الدولة تطبع النقود ونكون كلنا أغنياء ونقضي على حالة الفقر برأيك؟ طبعا هذا السؤال بيخطر ببال كثير يعني من الناس والاشخاص، انا اول وحده حتى انا خطرت ببالي وانا صغيره انه ليش الحكومه ما بتطبع فلوس وبتخلي كل الناس اغنياء. طبعا وفي كمان معتقدات، مو بس يعني افكار، مو بس هيك بتشير انه طيب اوكي الدوله تربط عملتها مثلا بالذهب. نعم. هذا الحكي كان سابقا، ارتباط العمله بالذهب هذا الحكي كان سابقا. نعم. بس هلا في خلينا نقول مثل الوضع تغير، تمام، الوضع الاقتصادي. نعم. اقتصاديا اذا كان هنيك، اذا كان عندنا كثير ضخ فلوس، ضخ نقود، ذلك سيؤدي الى انهيار الاقتصاد. نعم. يعني حيكون في عندنا انهيار للاقتصاد. كيف بيكون عندنا انهيار اقتصادي؟ تمام، رح يصير في عندنا ارتفاع بالاسعار، ارتفاع الاسعار وانخفاض قيمه العمله، هذا يسمى التضخم الجامح. تمام. التضخم الجامح رح يؤدي الى الضغط اكثر على الاقتصاد. ويعتبر من رح يؤدي الى انهيار البلد نفسها. لذلك يعتبر انه دخل المزيد من النقود سلبي للدوله. يعني كل دوله لازم تراعي اقتصادها. هل انا الاقتصاد عندي بيسمح اني ضخ مزيد من الفلوس او لا؟ انت ذكرتي قلتي التضخم، شو قصدك بكلمه التضخم؟ التضخم يعني ارتفاع الاسعار. انا هلا لما خلينا نقول الدوله قامت بضخ النقود وصار في عنا كل العالم مثل ما قلتي قبل شوي كل الناس اغنياء، ما عاد في حدا يشتغل. صحيح. بالتالي القطاعات ما بنحصل حد يصلح السيارة ولا يشتغل ولا شيء. بالتالي يعني القطاعات عنا كل القطاعات الدولة هي هلأ واقفة عن العمل. نعم. تمام. فهذا رح يؤدي كمان إلى غير هيك، يعني حيكون السبب الاقتصادي خلينا نقول البحث هو ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة نفسها. طيب كيف وين نطبع العملات الدول وين تطبع عملاتها تقريبا؟ هلا بالنسبة لطباعة العملات في عنا دول كبيرة بتطبع عملتها داخل أرضها، مثل مثلا أمريكا، مثل الصين، مثل الهند، ولكن في دول لا تستطيع طباعة العملات بسبب التكاليف المرتفعة، بسبب إنه ما في آلات بتمكنني من أنا إني أطبع هاي النقود. يعني طباعة العملات النقدية بعد تكلف مال؟
طبعا هلا هي ما له بالعمليه السهله. يعني انت اذا بتلاحظي على العمله بيكون في عندك خطوط، في عندك عشان ما يكون في ما تكون الاموال مزوره تختلف تماما عن الاموال تماما. نعم. فهي البلدان هي ما عندها القدره انها تصنع العمله داخل ارضها، فبتقوم تتعامل مع دول اخرى، دول خارجيه او شركات خارجيه. طبعا في عندنا شركات كثير مختصه بطباعه النقود وبتستحوذ على 90% من الحصه السوقيه لانتاج الاوراق لطباعه الاوراق. نعم. انزين ليش ما تطبع بعض الدول عملات نقديه اكثر؟ تمام. هلا ليش ما تطبع؟ نرجع لفكره التضخم. انا لما الدوله تطبع هي تطبع المزيد من النقود ويكون في عنا، بنرجع للفكره الاساسيه انه لما يكون في عنا ضخ مزيد من الاموال رح كل الناس تقعد بالبيت. صحيح صحيح. فكمان رح ترتفع. نعم. رح ترتفع الاسعار، ورح مثل ما قلت لك بنرجع لفكره الاساسيه هي فكره التضخم الجامح يلي طيب. بيسمى ارتفاع ارتفاع الاسعار وانخفاض قيمه العمله نفسها. يعني العمله ما بيكون لها قيمه. نعم. طيب رنيم، لكل طباعه نقود توجد قوانين، نبغى نعرف شو القوانين اللي لطباعه النقود. هلا بالعالم ما في قواعد دولية أو عالمية بتمنع أي دولة من إنه تطبع النقود. ولها الحرية الكاملة. نعم. لطباعة النقود، ولكن مع مراعاة حجم الاقتصاد تبعها. يعني مثلا الدولة هل حجم الاقتصادي أو طبيعة اقتصادها أو النمو الاقتصادي عندها بيسمح ليمكنها إنها تطبع نقود. هون بيجي عنا كمان انه كيف انا بدي اعرف هي الدوله اذا هي بتقدر تطبع نقود من خلال عاملين اساسيين اللي هن التصنيف الائتماني والناتج المحلي الاجمالي. نعم. التصنيف الائتماني هو بيجي شركات مختصه بتقيم الشركه اذا هي قادره تسدد الدين اللي عليها. اذا كانت هي الدوله مديونه او انها مثلا غير قادرة على تسديد هذه. دولة مديونة. أوكي. نبغى نعرف شو يعني دولة مديونة، كيف تكون مديونة؟ تمام. الدولة المديونة هلا مثلا في عندك، اول شيء قبل ما نحكي شوي عن المديونة رح احكي لك انه الدولة ممكن تفضلي. يكون عندها افلاس. نعم. شو يعني افلاس؟ يعني انها هي ما لها قدرانة تسدد اي ديون عليها، اما بشكل معتمد او غير معتمد. نعم. طبعا بالشكل غير معتمد هون بنسميه التعثر القومي. تمام. هلا هو يعني بيجي عن نتيجه عوامل ونتيجه اسباب بيوصل الدوله لانها ما تقدر تسكر ديونها. فهون بيتم عنا بالاستعانه بالتصنيف الائتماني. يعني اذا الدوله ما كانت عم تقدر تسدد ديونها فهون بقل تصنيفها الائتماني من قبل الشركات اللي بتعتمد انظمه معينه لتقويم هي البلد اقتصاديا. نعم. وتصنيفها ائتمانيا بالإضافة للناتج المحلي الإجمالي. نعم. الناتج المحلي الإجمالي هو من أحد العوامل وأحد المؤشرات الاقتصادية الهامة يلي بيبين لي إنه هي الدولة مقارنة نسبة مديونتها مع الناتج المحلي الإجمالي. نعم. إذا كانت الناتج المحلي الإجمالي مرتفع فهذا يعني هذا الشيء نسبة 75% مثلا، تعدد 75% هذا يعتبر سلبي للدولة. نعم. وبيمكن ممكن انه الدولة يقل تصنيفها بهي الحالة. طيب رنيم، في بعض الدول، هل في بعض الدول تطبع النقود تكون بلا حسيب او رقيب؟ شو النتائج المترتبة على هذه الدول؟ تمام. هلا نحن لما بيكون في عنا طباعة للنقود، البنوك المركزية اساسا هي لما تتعامل مع هاي الشركات رح تكون بغاية سرية. لحماية الوضع الاقتصادي عنها، فعدم وجود رقيب فذلك رح يؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الدولة بحد ذاته. نعم. طيب كلمينا أكثر قيمة العملة، ليش دائما، كيف تتحدد، وليش نربطها دائما بالدولار، ليش مو باليورو؟ تمام. ليش بعملة ثانية، مش بعملة ثانية عفوا. تمام. هلا الدولار الامريكي هو من اقوى العملات مثل ما بنعرف، اقوى اقتصاد عالمي الولايات المتحده الامريكيه. بنعرف انه العلاقات الدوليه التجاريه بتصير بالدولار الامريكي. لذلك الدول التجاريه من الطبيعي انها تتعامل بالدولار الامريكي، مثل سنغافوره، مثل عندك هونغ كونغ. هي دول تجاريه بس ايش معنى بالدولار الامريكي؟
شو السر؟ العلاقات التجارية كلها بتصير بالدولار يعني هي أحد الأسباب العلاقات التجارية. نعم. بالإضافة لأنه مثلا النفط والذهب مقوم بالدولار الأمريكي. أيوة. هذا الشيء من زمان. تمام. فمثلا مناطق اللي بتصدر النفط مناطق الخليج. تمام. هون يعني بتكون بدها تتعامل بالدولار الأمريكي لأنه هي بتصدر النفط، فمن الطبيعي أنها تتعامل بالدولار الأمريكي. نعم. طيب رنيم، أنت تكلمتي قبل شوية وخبرتينا عن الدولة المفلسة، الدولة المديونة، نبغى نعرف أكثر كيف ليش هي صارت دولة مفلسة ومديونة، شو الأسباب؟ من الأسباب يلي كان اللي خلت هي الدولة إنها تصير مديونة هي عدم سداد الدين. في مثلا لأسباب يعني موجودة كيف الدين يكون بينها وبين البنك المركزي ولا شو؟ ممكن هاي الدول ما تقدر تسدد ديونها الخارجية للحكومات الثانية. تمام. فهون بيكون في عنا ما يسمى الإفلاس، عدم قدرة الدولة على تسديد الديون المتراكمة عليها. تمام. ما بتقدر مثلا النفقات والإيرادات اللي بتجيها من النفقات من الاستثمارات خلينا نقول من الضرائب، وبعد منها بتلجأ للسندات. السندات انه اصدار سند، لما بتصدر سند كمان هذا السند يعني مو بالسهولة، كمان رح يكون عليه فوائد من الدول الأجنبية، ما رح يساعد الدولة لأنها ترجع وتنهض من جديد. صحيح. فهون بتم الاستعانة بطرق أخرى. نعم. طيب ليش بعض الدول تطبع الأموال في دولة أخرى؟ خصوصا أنا سمعت قصة عن هالموضوع عن الحكومة الليبيرية لما فقدت أكثر عن مليون دولار. تمام. هلا انا حكينا قبل شوي انه نحن بتستعين الدول بسبب انه هي ما عندها الامكانات اللازمه لطباعه النقود. تمام. مثل مثلا التكنولوجيا، يعني هلا اذا مثلا هي بدها تشتري اله حتكلفها اكثر. التكنولوجيا الاله هالكثر تكلف حتكلفها اكثر من ما يكلفها طباعه الاوراق. نعم. الماليه. طيب خبرينا أكثر، شو القطاعات الحيوية التي تعزز من قيمة العملة في أي دولة؟ تمام. بالنسبة للقطاعات الحيوية هي بتختلف من بلد لبلد، يعني حسب مثلا خلينا نفرض بلد من البلدان هي بتتأثر بشكل كبير بقطاع السياحة، فبالتالي هذا قطاع السياحة بيعزز العملة. نعم. تمام. عملة البلد. مثلا بدولة ثانية قطاع الصناعات الثقيلة بيكون أكثر جاذبية للبلد نفسها، فهو بيدعم عملة البلد. نعم. ولكن بشكل عام القطاعات الأهم تعتبر هي قطاعات الصناعة بالنسبة للبلدان. نعم. رنيم شكرا جزيلا على المعلومات اللي قدمتيها لنا. شاكرين لك حضورك معنا في استديو ظفرة. شكرا.